بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي اليوم مع الجزء الثاني من المراجعة النهائية للصف التاسع عام وتقدم إن شاء الله. الصف هذا الجزء هو الجزء الثاني موجود عندنا في منهج الصف التاسع عام والصف التاسع المتقدم، فنخلي بالنا مع بعض نبدأ. طبعا احنا توقفنا عند هذا السؤال بالحصة الماضية اللي هي find each product. قلنا ازاي نوجد find each product، فعندنا ليها طريقتين. اولا لما تلاقي قوس تربيع يبقى عندك ممكن تحافظ هذه القاعدة اللي هي عبارة عن A مثلا زائد B أس 2 هي عبارة عن مين؟ عبارة عن A تربيع زائد 2 AB زائد B تربيع لو كانت إشارة ناقص، زائد لو كانت الإشارة ناقص يبقى نفس الكلام ولكن هنعكس الإشارة الوسطى يبقى ناقص 2 AB زائد بي تربيع. هذه هي القاعدة اللي أنا حافظها هحل على طول مباشرة في ثواني. فمثلا يعني A تربيع يعني هذا هو الـ A، يبقى إذن أقوله كده 8 C تربيع 2 AB معناها 2 مضروبة في الـ B الـ A اللي هي 8 C في الـ B اللي هي 3 D زائد الـ B تربيع معناها 3 D تربيع، وبالتالي حصل 64 سي تربيع. هضرب 2 في 8 ب 16، 16 ضرب 3 ب 48 سي دي زائد 3 تربيع تبقى كام؟ 9 دي تربيع. هذه طريقة، ولكن إذا كنت أنت ما كنتش عارف هذه الطريقة ممكن تحل بطريقة تانية اللي تعلمناها الحصة الماضية. أخليها عبارة عن إيه؟ أنا عندي 8 سي زائد 3 دي تربيع، ده عبارة عن يعتبر قوس مكرر مرتين، يبقى 8 سي أو 8 سي بلس 3D times same brackets يبقى 8C plus mean 3D، وطبق قاعدة الفويل اللي احنا خدناها الحصة الماضية. وبالتالي هضرب 8C في 8C احصلها 64 C تربيع، نضرب 8C مع مين كمان؟ مع الثلاث، يبقى احصلها 24 CD. نفس الكلام اضرب 3 D مع 8C احصلها 24 CD، وهضرب الثلاثة دي مع الثلاثة دي حصلها 9 دي تربيع. بقى بنعمل combine like terms يبقى عندنا 64 c square plus 24 cd plus 24 cd يبقى معناها 48 cd plus mean 9 d square، ودي صح ودي صح ما فيش اي مشاكل. المهم تحل السؤال. تعالى بقى نشوف سؤال على نفس النمط الثاني هحله على السريع. هنحل باستخدام القاعدة الأولى دي أفضل، وممكن يعني أختصر هذه الخطوة وأربى في دماغي. يعني هقول مثلا الأول تربيع، يبقى إذا المفروض أحفظها كده مثلا الأول أس كام؟ أس 2، طالما دي زائد يبقى زائد 2 مضروبة في مين؟ في الأول، وهنا الثاني بقى كده زائد اللي هو الثاني أس كام؟ أس 2. يعني لو انا حافظها اطبقها طول، يعني الاول تربيع يعني اضرب الاول في نفسه مرتين، يبقى 3 ضرب 3 9 يبقى 9 اكس تربيع، زائد الجزء الفلوسط نكتبه ازاي؟ هضرب الاول مع الثاني ثم اضرب في الاثنين اللي فوق ده، يبقى دي عمليه الضرب اللي هي تجيب لي الحد الاوسط او ذا ميدل تيرم، وبالتالي 3 ضرب 4 يبقى اعطينا 12، 12 ضرب 2 اللي فوق حصلها كام؟ احصلها 24 اكس واي، زائد مربع الاخير. دايما الاشاره دي على فكره دايما موجب، والفروع الاولى دايما هي موجب، الفروع الوسط على حسب الموجود عندي هنا، وبالتالي اقول له زائد 16 واي 2 بار 2، وكده خلص السؤال. نيجي لسؤال تاني نفس الكلام، ولكن المرة دي على علامة الناقص. فاحنا قلنا من شوية طالما علامة ناقص يبقى الحد الأوسط يبقى علامة الناقص، وبالتالي أقدر أحل بهذه الطريقة اللي قلنا عليها، إن أنا أقول 6 B أس 2، ممكن أعمل خطوة زيادة مفيش مشاكل، وبعد كده أقول له ناقص، طالما ناقص يبقى ناقص 2 مضروبة في 6 B مضروبة في الواحد، والأخيرة دايما زائد 1 A تربيع، وبالتالي أقول له الكلام ده 36 B سكوير ماينس 12 بي بلس مي بلس 1. او انت مش عارف هذه الطريقه او مش حافظ القاعده، فممكن اعملها كده 6 بي ماينس 1 تايم 6 بي ماينس 1، وبستخدم مين؟ الفويل زي ما عملنا من شويه. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه لهذه السؤال. سؤال ثاني نفس الطريقه، ولكن هنتركه لك كتدريب، وقف الفيديو وابدا حل هذا المثال بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الثلاث امثله اللي قبل كده. نيجي بقى نشوف سؤال اخر بيقول لي سمبليفاي. طبعا هيجي لنا سؤال كده في الامتحان، طبعا هي كل الاسئله مرتبط شويه، فممكن يجي لك هذا السؤال بالظبط. يبقى نخلي بالنا، طب هعمل ايه؟ نكتب السؤال من جديد واقول له اكس مضروبه في 4 اكس بلس 5 بلس 3 تايمز 2 اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس مين بلس 1.
طبعا هنستخدم الديستريبيوتيف بروبرتيز، او هنعمل ديستريبيوشن، هنضرب الاكس مع مين الاربعه ومع مين مع الخمسه، احصل عندنا 4x سكوير بلس 5x. الجزء الثاني نفس الكلام، هنعمل ديستريبيوشن 3 تايمز 2 تايمز 4 تايمز مين 1، وبالتالي احصل بوزيتيف 6 سكوير اكس سكوير ماينس 3 تايمز 4 ايكوال 12x، 3 تايمز 1 ايكوال 3. كومباين لايك تيرمز او جمع الحدود المتشابهه، وبالتالي عندك 4 اكس تربيع وعندنا 6 اكس تربيع، يبقى انا عندي هنا كام 10 اكس سكوير، وبالتالي الاجابه السي ورقم دي غلط، لان انا عندي المفروض تبقى 10 اكس سكوير. طب تعال نجمع الباقيين، انا عندي هنا مثلا بوزيتيف 5 اكس ونيجاتيف 12 اكس، خلي بالنا من الاشارات، يبقى احصل نيجاتيف 7 اكس بلس مي بلس 3. فتخلي بالك ان ده هنا دي بوزيتيف 17 ودي نيجاتيف 7، يبقى الاجابه الصح اليمين اللي هي رقم بي. هذا بالنسبه لمين عمليه التصرف او كيف اتصرف في هذا السؤال في الامتحان، فلازم احل عشان اعرف الاجابه الصح فين، فلازم نخلي بالنا. نيجي لسؤال تاني بيقول لك use the distributive probability to factor each polynomial، يعني عايزين نعمل عملية factorizing أو نعمل عملية تحليل للمقادير اللي عندي. طيب تعال نشوف، هو بيقول لي distributive، يبقى لازم أبحث عن greatest common factor، لازم أبحث عن greatest common factor أو نشوف العامل المشترك الأكبر ما بين المعاملات. فمثلا السؤال الأول عندنا عبارة عن أنا عندي 15 وعندي 3، إيه العامل المشترك اللي بينهم؟ يبقى 15 عبارة عن 5 ضرب 3، طب والثلاث عبارة عن 3 ضرب 1، يبقى المشترك اللي بينهم كام؟ 3، يبقى هاخد common factor، يبقى إذن greatest common factor عبارة عن مين؟ 3. طب الحروف أو المتغيرات ما فيش، أنا عندي المتغير أول W والمتغير الثاني V، يبقى إذن لا يوجد greatest common factor between mean the variable، وبالتالي خدنا الثلاثة فقط. بعد كده بعمل عملية قسمة، هقسم 15 على 3 احصلها 5، يبقى 5 W minus 3 times divided by 3 equal 1، يبقى حصلها مين ال V. عايز تتأكد من انك حلك صح ولا غلط، اضرب مرة تانية، لو ضربت 3 في 5 يدينا 15 W، لو ضربنا 3 في ال V يعطينا سالب 3 V، وكده تحلك صح. شوف السؤال اللي بعده عندنا هنا نفس الكلام، ولكن خلي بالك انا عندي 27 وهنا عندي 21، ولكن هنا كام؟ 1، يبقى اذا نو جريتس كومن فاكتور، او اقدر اقول جريتس كومن فاكتور عباره عن مين؟ عباره عن 1. طبعا لو انا اخذت جريتس كومن فاكتور بواحد ما لهاش اي لازمه، فبقول نو جريتس كومن فاكتور. طيب نيجي بقى للحروف او المتغيرات، نلاحظ ان هنا عندي يو سكوير يو وهنا يو، دايما بناخد اصغر واحده فيهم، يبقى اذا انا عندي يو سكوير ويو، يبقى هاخد اليو عامل مشترك. طب بعد كده عندنا مين؟ تي سكوير تي سكوير تي، يبقى هاخد اصغر واحده فيهم اللي هي تي، وبعد كده بفتح قوس وبعد كده ببدا عمليه القسم، يبقى 7 ديفايد، خلي بالك ان معناها 1، يبقى 7 ديفايد باي 1 ايكوال 7، يو تو باور 2 تايم ديفايد باي يو، يبقى هنطرح الاسس 2 ناقص 1 تبقى اس 1، والواحد مش كتب عندنا تي نفس الكلام تبقى تي اس 1، بلس 21 ديفايد باي يو باي 1 ايكوال 21، اليو خلاص هتضيع مع اليو لان هقسم كده يو t to power t square أو 2 u t square over mean over u t، فدي ممكن أعملها كده أقول له اليو هتتكنسل مع اليو، يظل عندنا t square معناها t times t over t، أكنسل واحدة مع واحدة يظل واحدة، يبقى إذن هنا تبقى mean t minus، طبعا عندي اليو والتي موجودين برا، يبقى أكتب بدل منها كام؟ بدل منها 1، ونخلي بالنا يفضل أن ما أكتبش الواحد ده عشان ما يعملش خلينيش أتلخبط في السؤال. هذا بالنسبة مين؟ لاستخدام الديستريبيوتيف بروبرتيز أو استخدام خاصية التوزيع في عملية مين؟ في عملية التحليل. نيجي لسؤال تاني من الأسئلة نخلي بالنا منها، اللي هي المسائل اللي هي المقدار الثلاثي، اللي هي عبارة عن في صورة مين؟ اللي احنا أخذتوها في الدرس، اللي هي الصورة اللي عندنا AX سكوير بلس بي اكس زائد مين زائد سي. طيب هنا عشان ابدا احلل فبعمل ايه؟ اولا نشوف هل اقدر اخد معامل اكس تربيع مثلا عامل مشترك، طبعا هنا الخمسه والاربعه وثلاثين واربعه وعشرين نو كومن فاكتور بتوين ذس كوفيشنت، وبالتالي ما ينفعش ناخدها عامل مشترك، وبالتالي هعمل ازاي؟ هعمل كل حاجه بسيطه جدا، اضرب الاربعه او عشرين مع الخمسه، اضرب الاربعه وعشرين مع مين؟ مع الخمسه، فاربعه وعشرين لما أضربها مع الخمسة أحصلها كمية وعشرين، أبحث بقى عن عددين حاصل ضربهم 120 ونجمعهم يعطيني كام؟ 34. طب بتيجي يعني نشوفهم مع بعض، يبقى 120 ممكن أقول على 60 في 2، طب هل مجموعهم 34؟ لا. طب 120 نقدر نقول عليها 40 في 3، هل مجموعها 34؟ لا، يعطيني 43. طب ما احنا ممكن نقول 30 ضرب 4 او مجموع حاصل ضرب 120 ولكن مجموعهم 34، يبقى هي المطلوبه من عندي في السؤال، ولكن هكتبها ازاي؟ فخلي بالكم معايا، فنكتب 5 اكس سكوير. طب يا ترى اكتب
قريبة منها 30 ولا 4، شوف اللي بينهم عامل مشترك، أنا عندي 5 و30، 30 تقبل القسم على 5 يبقى خليها معاه، يبقى أكتبها كيف؟ أقول 30 وأكتب جنبها إكس، لأن أنا عايز هنا مجموعهم 34 إكس مش 34 فقط، وبالتالي أكتب هنا زائد الباقي عند الأربعة يبقى 4 إكس زائد مين؟ 24. بعد ما عملت هذه الحركة المسألة بقت مسألة بسيطة جدا، فبعملها إزاي؟ هاخد أول اثنين مع بعض يبقى 5 إكس سكوير بلس 30 إكس والمجموع يعني بعمل جروبنج، وبالتالي 4x بلس مين 24. خد الخمسة عامل مشترك في الفصل في المجموعة الأولى يبقى x أو سوري احنا عندنا كمان x، يبقى ناخد 5x عامل مشترك يبقى 5x as a common factor divide 5 divided by 5 equal 1 x squared divided by x equal x plus 30 divided by x 5 equal 6، وعندنا طبعا x وال x هيتكنسلوا مع بعض، زائد take برضو 4 as a common factor يبقى x plus mean 24 divided by 4 equal mean 6. هتلاحظ ان انا عندي قوسين شبه بعض، وبالتالي اقدر اخد ال x ناقص 6 as a common factor وبعد كده افتح قوس مباشرة. طب احنا خدنا القوس بالكامل يبقى ظل مين في الجزء الاول؟ يبقى 5x. الجزء الثاني ظل مين؟ يبقى بوزيتيف 4، وكده خلص السؤال. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه للحل العادي، ولكن ممكن استخدم الاله الحاسبه في تحليل هذه المقادير، فخلي بالكم لان فيها تركه بسيطه خلي بالنا منها لان مش هنكتبها مباشره. وبالتالي تعال نشوف كده نحلها ازاي. اولا زي ما علمتكم الحصه الماضيه ان انا ممكن احلها كمعادله يعني، فبالتالي تبقى ازاي؟ المساله بتاعتنا تبقى يعني. فالتالي على الاول لازم احول الى حاسبه يعني. طبعا ممكن نحل الكلام ده بالاله الحاسبه، وتعالى نشوف ازاي نحل الاله الحاسبه، ولكن خلي بالنا لان فيها تركه بسيطه. اول حاجه زي ما خدنا الحصه الماضيه كيف نحول الاله الحاسبه لوضع المعادلات، يبقى اذا بس خلي بالك انا عندي معادله واحده في متغير واحد، وبالتالي اضغط على منيو والقوسين الوسطين ناقص، هختار طبعا انا منيو واحد الاول، وبعد كده بضغط منيو وبختار القوسين الوسطين والاربع ناقص، بختار هذه المره كلمه بولينوميال لان عندي كثيره حدود مكونه او معادله مكونه من مجهول واحد او متغير واحد، وبالتالي هختار رقم 2، وانا عندي هنا الدرجه اس 2 يبقى هختار رقم 2. ظهرت معي نفس المعادله بالظبط، يبقى هكتب المعاملات، يبقى عندنا 5 واكتب يساوي، بعد كده عندنا 34 اكتب يساوي، يبقى كده 24 واكتب يساوي. حصلت الاكس الاولى سالب 4 على 5، سالب 4 على 5. طب والاكس الثانيه سالب 6، يبقى خلي بالك يبقى اكس تساوي سالب 4 على 5 والاكس الثانيه تساوي كام؟ سالب 6. طب انا عايز احولهم الى اقواس، فلما يكون عدد زي كده يبقى سهل، فبرحل ده باشاره مخالفه دايما، يبقى احولها اكس وبدل ما هي سالب 6 تبقى موجب 6، يبقى هذا هو القوس الاول. اما دي ما ينفعش ارحلها مباشره، لازم اتخلص من مين؟ من الخمسه، يبقى هضرب هنا في 5 وهضرب هنا في 5، يبقى احصلها 5 x equal negative 4، ثم ارحل الاربعه بشاره مخالفه، يبقى انا عندي القوس الثاني عباره عن x زائد مين زائد 4، يبقى انا كده حصلت على القوسين المطلوبين مني في الامتحان، طبعا المفروض اكتبهم جنب بعض، هحصل هذه النتيجه، ودي طريقه سريعه باستخدام الاله الحاسبه. تعال نشوف مساله ثانيه ونشوف نحلها ازاي نفس الطريقه. لو انا حبيت احل باستخدام الاله الحاسبه بسيطه جدا، تعال نحل بهذه الاله الحاسبه مره ثانيه، يبقى هحول الاله الحاسبه على وضع بالنسبه للمعادلات، تعال نشوف كده ونعملها ازاي. هعيد مره ثانيه الطريقه اللي بنحول بها الاله الحاسبه على وضع المعادلات، فخلي بالكم معايا. فبنضغط منيو وبنضغط القوسين الوسطيه بناقص، بختار رقم 2 وبضغط رقم 2، حصلت نفس الشكل قدامنا، يبقى هكتب 2 فكده يساوي 19 يساوي 24 يساوي. حصلت اكس اولى بسالب 3 على 2، طب الثانيه بسالب 8، يبقى انا عندي اكس كده حصلناها اكس يساوي سالب 3 على 2 واكس يساوي كام قلنا اخر واحده اللي هي عباره عن سالب سالب 8. طيب انا كده حصلت دي عباره عن قوس سهل ان انا ارحل دي بشاره مخالفه مباشره، يبقى القوس الاول اكس زائد 8. طب القوس الثاني لا، يبقى لازم دي عايزه تعديل. طب اعدلها ازاي؟ طالما المقام 2 يبقى اضرب في 2 واضرب في 2، يبقى احصل كام النتيجه؟ عند 2 اكس تساوي سالب 3 لان الاثنين هتكنسل على 2، وبالتالي ارحل السالب 3 بشاره مخالفه احصل القوس الثاني 2 اكس زائد. طبعا لو كتبت هذا المنظر صح، او ممكن اكتب 2 اكس زائد 3 مضروبه في اكس زائد 8 ايضا صحيحه، وكده انت خلصت مين؟ خلصت السؤال. عايز تعملها بنفس الطريقه اللي انت عملناها من شويه الطويله ديت اللي هي الحل الجبري العادي بدون الحاسبه ما فيش مشاكل، اضرب 24 اقوله كده 24
ضرب 2 احصلها 48. طب انا عايز عددين حصل ضربهم 48 ونجمعهم بين 19، هتلاقوها كده عباره عن 16 ضرب 3. 16 ضرب 3 عباره عن 48، ولو جمعتهم يعطيني كام؟ يعطيني 19. فبعملها كده، اقول له 2 اكس تربيع. طبعا ما ينفعش اخد معاها الثلاثه قريبه منها لان ما فيش عامل مشترك بينهم، فباخد ال 16 معاها. يبقى هكتب 16 اكس زائد 3 اكس، وفي الاخر خالص كام؟ زائد 24. الاولى طبعا الجزء الاول ناخد منه 2 اكس عامل مشترك، احصل اكس زائد مين؟ زائد 8. الثانيه ناخد الثلاث عامل مشترك، احصل اكس زائد مين؟ 8. خد الاكس زائد 8 عامل مشترك، تحصل الجزء الباقي هنا 2 اكس والجزء الباقي هنا 3، وبالتالي نفس النتيجه اللي حصلنا عليها باستخدام الاله الحاسب. هذه بالنسبه مين لنوعيه اخرى من الاسئله، فخلي بالكم منها. طبعا سؤال ثاني بنفس الطريقه، ولكن تعال نشوف هل ينفع احللها ولا لا. فنخلي بالنا، فانا عندي هنا 6 ضرب 2، يبقى عندي 6 ضرب 2 يساوي 12. طب انا عندي ال 12 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 3 ضرب 4، عباره عن 2 ضرب 6، عباره عن مثلا 12 ضرب 1. ولكن دلوقتي مجموعهم 7، مجموعهم 8، مجموعهم 13. طب انا عايز مجموع كام؟ 3. يبقى اذا لا يوجد عددين حاصل ضربهم 12 ومجموعهم يساوي 3، وبالتالي بكتب جنبها كلمه مين؟ بكتب جنبها كلمه برايم، يعني ايه؟ احاديه، او لا يمكن ايه؟ لا يمكن تحليلها. طب افرض انا جبت بالاله الحاسبه، ايه شكل الاله الحاسبه او النتيجه بتاعتي في الاله الحاسبه؟ خلي بالك عشان ما تنسهاش. انا عندي المعاملات عندنا 2 و3 وعندنا 6، واقول له يساوي احصلها هنا. طالما حصلت فيها حرف الاي اللي قدامكم ده، نخلي بالنا منها كويس. طالما اي بحيث اسمها كومبلكس نمبر، ودي اعداد تخيليه او اعداد مركبه. طبعا الاعداد المركبه احنا مش شغالين فيها في الصف التاسع، فلذلك احنا بنقول ان طالما عندي اعداد مركبه يبقى اكتب له برايم، لان انا عايز اعداد حقيقيه ريال نمبر. يبقى اول ما تلاقي النتيجه عندك اي فيها حرف الاي، يبقى بكتب لك على طول مباشره كلمه ايه؟ برايم. المساله اللي بعد كده عندنا نفس الكلام، سؤال بسيط زي كده وسهل جدا ما فيش مشاكل، ولكن انت اضرب الاربعه ضرب السبعه احصلها 28. ال 28 طبعا عباره عن 14 ضرب 2، عباره عن 7 ضرب 4، عباره عن 28 ضرب مثلا 1، وهكذا. ولكن هل فيهم واحده مجموعهم مثلا يساوي سالب 5؟ لا يوجد. يبقى اذا نفس الكلام اكتب له جنبها كلمه ايه؟ برايم. ولو عايز تتاكد ممكن الاله الحاسبه، احنا محولين الاله الحاسبه على الطبيعي خلاص بالنسبه للمعادلات، فبكتب 4 بعد كده سالب 5 بعد كده بكتب 7 يساوي تحصل فيها حرف المين الاي اللي هو الكومبلكس نمبر. يبقى اذا النتيجه عندي هتقول عليها برايم. نيجي بقى مين لسؤال زي كده، هسيبه لك كتدريب، او تعالى نحل مثلا واسيب لك السؤال اللي بعديه تدريب. فانا عندي سالب 9 وعندي موجب 2، يبقى انا عندي 2 ضرب سالب 9 معناها سالب 18، وطالما العدد سالب يبقى انا عايز عددين، واحد موجب وواحد سالب. يبقى ممكن اقول سالب 6 ضرب 3، ممكن اقول 6 ضرب سالب 3، ممكن اقول 9 ضرب سالب 2، ممكن نقول سالب 2 ضرب 9، وهكذا. طب انا عايز مجموعهم كام؟ عايز مجموعهم سالب 3. فنلاحظ ان هذه الجزئيه هي مجموع سالب 3، وبالتالي ابدا احل بالطريقه العاديه. يبقى انا عندي هنا 2 اكس سكوير، بس ما ينفعش اخذ معاها 3، اخذ معاها سالب 6، يبقى سالب 6 اكس. بعد كده عندنا هتبقى موجب 3 اكس ناقص مين في الاخر؟ 9. ويبدا ناخذ 2 اكس من اول 2 كده عامل مشترك، اقسم يبقى حصل اكس ناقص 3 زائد خد الثلاثة عامل مشترك، يبقى اكس ناقص 3. زي ما انت شايف كده هتبقى 2 اكس زائد 3 مباشرة مضروب في القوس المكرر اللي هو اكس ناقص 3، او تستخدم فيها الآلة الحاسبة. نفس الكلام السؤال اللي بعده، عندك سؤالين طبعا هما الاثنين نفس القيمة 4 في 10 ب 40. يبقى انا عايز عددين حاصل ضربهم 40، يبقى 10 ضرب 4، وممكن 8 ضرب كام؟ 5، ممكن كمان 40 ضرب 1، ممكن كمان 20 ضرب 2، وهكذا. طب انا عايز مجموعهم كام؟ 22. خلاص يبقى موجود عندي 22. طب هل فيهم واحده منهم، هل فيهم عدد يديني سالب 13؟ هل فيهم عدد هنا يعطيني سالب 13؟ ما عنديش عدد. ممكن على فكره ال 40 اخليها، خلي بالك يعني ممكن اخليها سالب، يعني ممكن سالب 5 سالب 8 ضرب سالب 3 مثلا، سوري سالب 5 ضرب سالب سالب 8 ضرب سالب 5. يبقى سالب 5 ضرب سالب 8 بكام؟ بسالب 13. يبقى عندي سالب 5 ضرب سالب 8 ب 40، ولكن مجموعهم كام؟ سالب 13. يبقى اذا الكلام صح. يبقى اذا هذه تعطيني الحل للمساله الاولى لو انا عايز احل خطوات، وهذه تعطيني المساله الثانيه. بس خلي بالك طالما العدد موجب، فممكن الاقي العددين بالسالب هم الاثنين، او العددين هم الاثنين بالموجب. فخلي بالكم من هذه الجزئيه. طبعا اسيبها لكم كتدريب، وانا اعطيتكم الفكره بتاعتها. وقف الفيديو وابدا حل هذه النوعيه من الاسئله. سؤال تاني اللي هو على البيرفكت سكوير.
البيرفكت سكوير ليه خواص وليه قواعد لازم امشي عليها عشان اعرف هل هو بيرفكت سكوير ولا لا. فمثلا اسال دايما يا شباب، الاول لازم يكون عندنا ايه موجب، والاخير دايما لازم يكون عندنا موجب، او احنا قلنا عليها كلمه ايه بوزيتيف. يبقى لازم الاول موجب والاخير موجب، في الوسط ده مش مشكله، موجب سالب مش مشكله عندنا. اهم حاجه اول اثنين، يبقى ده اول شرطين عندي. يبقى اول شرط عندي الحد الاول موجب والحد الثاني موجب. بعد كده بعمل ايه؟ بشوف هل الاول هل هو بيرفكت سكوير ولا لا. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني اقدر اجيب له جذر. يعني اقدر اجيب له جذر يعني اقدر احوله الى حاصل ضرب حاجه في نفسها. يعني مثلا 4 واي تربيع، انا عندي 4 او 4 واي سكوير، اقدر الاربعه دي اقول 2 واي تايمز 2 واي، اللي احنا ممكن نعملها كده 2 واي تو باور 2، هذا اسمه بيرفكت سكوير. لما اكتب حاجه اس 2 وتعطيني الناتج الاله الموجود عندي بسميه بيرفكت سكوير. يبقى اذا اول حاجه عندنا يس، يبقى ده الجزء الاول يس، انه ده بيرفكت سكوير او مربع كامل. طب الثاني بيقول لك اذا ذا لاست تيرم از بيرفكت سكوير، اولا اتاكد من اشارته، لو هو سالب يبقى مباشره نوت بيرفكت سكوير. وبالتالي انا عندي موجب، يبقى عندي 9 عباره عن مين؟ عباره عن 3 3 تايم 3 اللي هي ايكوال 3 تو باور 2، يبقى اقول له ايه؟ اقول له يس. الجزء الثالث بقى ذا ميدل عباره عن مين؟ فباخد اول واحد عندنا هنا 2 واي ضرب 2 واي، فباخد منهم واحده بس، واخد الثلاث واضربهم مع بعض. وخلي بالك لازم اضرب في 2، يبقى هضرب 2 واي ضرب 3 واي مضروبه في كام اخر مره ثانيه؟ الاثنين دي ثابته في كل المسائل. وبالتالي اقول له كام دي؟ 2 تايمز 2 تايمز 4 3 ايكوال مين؟ 12 واي. طب ما نفس الكلام في الوسط بالظبط، يبقى اقول له ايضا ايه يس. وبالتالي هذا المقدار كله اقدر اقول عليه بيرفكت سكوير. وطالما بيرفكت سكوير تحليله سهل جدا. بعمل ازاي تحليله؟ قوس تربيع في الوسط زائد تبقى هي زائد او بوزيتيف، اللي في الوسط ناقص تبقى في الوسط ناقص. بعد كده بعمل ايه؟ انت عندك هنا باخد الجذر التربيعي للاول والجذر التربيعي للثاني، او انا قلت عندي هنا الواي 4 واي تربيع عباره عن 2 واي ضرب 2 واي، فباخد منهم واحده فقط، يبقى اقول له 2 واي. طب والتسعه جذرها كام؟ جذرها 3، وخلص سؤالك بهذه الطريقه. طب انا مش عارف احل المساله، طب هل الكلام الخطوات الثلاثه دي مطلوب مني في الامتحان؟ اعملها بس شفوي سريع. طب افرض انا حليتها بالاله الحاسبه، يا استاذ عايز احل بالاله الحاسبه، مفيش مشاكل، تعال نحلها كده بالاله الحاسبه مع بعض ونشوف نحلها ازاي. يبقى احنا هنكتب طبعا الاله الحاسبه ما فيهاش حرف الواي، فما تقلقش، هي الاكس نعتبرها هي الواي عادي مفيش مشاكل. واقول له 4 بعد كده 12 بعد كده عندنا مين؟ 9. اكتب يساوي تلاحظ انا ما كتبش اكس 1 ولا اكس 2، كتبها لي اكس فقط كده. طالما ما كتبش تحتها دليل هتكتب يساوي تاني، هتلاقي الكلمه اللي فوق اتغيرت بقت مين؟ ام اي ان، خلاص يبقى هي قيمه واحده فقط اللي هي اكس يساوي سالب 3 على 2. يبقى انا عندي المساله بتاعتي اصبحت اكس يساوي سالب 3 على 2، طالما طبعا هضرب في 2 واضرب في 2، يبقى اصبحت 2 اكس تساوي سالب 3، وبالتالي ارحل باشاره مخالفه احصل 2 اكس زي كام. وطالما الاله حاسبه طلعت لها قيمه واحده وانت عندك اس 2، يبقى مباشره اعمل قوس وضع عليها اس 2 وكده خلص السؤال. يبقى اذا حتى المساله دي برضو اقدر احلها باستخدام الاله الحاسبه، ولكن اتعلم مهارات هتفيدك السنوات القادمه ان شاء الله في الثانوي العام. انت لسه داخل على صف 10 وصف 11 وبعد كده صف 12، هتحتاج كل المهارات دي ان شاء الله في السنوات القادمه. اتعلم مهارات افضل من استخدام الاله الحاسبه. طب سؤال زي كده نفس الكلام، هسال نفسي هل هو بيرفكت سكوير ولا لا؟ عادي، 9 واي تربيع عباره عن 3 واي تايم 3 واي، يعني تبقى كام؟ 3 واي سكوير. طب ال 16 عباره عن 4 تايمز 4، يبقى اذا دي 4 تو باور 2. طب اخذ واحده من الاولى او واحده من الاخيره، يبقى انا عندي 3 واي تايمز 4، هضربهم في كام لسه دولت؟ هضربهم في 2 زي ما قلنا، يبقى حصل 2 ضرب 3 6، 6 ضرب 4 يبقى 24 واي، نفس الكلام. وخلي بالك هنا موجب وهنا موجب، يبقى دي عباره عن مين؟ عباره عن بيرفكت سكوير. يبقى بيرفكت سكوير او مربع كامل. يبقى اذا خلي بالنا، من الحديد. طيب يبقى اذا الحل بتاعنا عباره عن مين؟ قوس تربيع اشاره في الوسط زائد يبقى دي زائد، اخد اول جذر الاول اللي هو 3 واي، جذر ال 16 هي عباره عن 4 وخلص السؤال. طبعا بالاله الحاسبه هتديك الاله الحاسبه ان الاكس تساوي سالب 4 على مين؟ على 3، فبضرب في 3 احصلها سالب اكس يساوي سالب 4، وبالتالي ارحل، ولكن هنا عندنا متغير واي فما ينفعش اكتب الاكس، اضطر اكتبها ايه؟ الواي. الحاسبه ما فيهاش غير حرفيه الاكس. مساله ثانيه زي كده نفس الطريقه ونفس الحكايه، فممكن نسيبها لكم تدريب. وقف الفيديو وابدا احل وشوف اتاكد من اجابتك. طبعا المفروض الاجابه بتاعتنا في الاخر احصلها كام؟ تبقى 2 مضروبه في ايه؟ زائد
طبعا هنا سوري يا جماعه، هنا في برضه مشكله في المساله عندنا. انا هسال نفسي نفس الاسئله، طبعا عندي الاثنين دي، اقدر اخد عام مشترك الاثنين وال10 عام مشترك بينهم اثنين، هل ينفع اخدها 25؟ لا، لان لا تقبل قسمها اثنين. وبالتالي هل اثنين اي تربيع هل هو عباره عن بيرفكت سكوير؟ عشان برضه يا ننساش الجزئيه دي، لا، اللي هي لان الاثنين دي ما ينفعش هعملها كام في اثنين، انا عندي الاثنين دي عباره عن اثنين ضرب واحد، انا عايز عدد مضروب في نفسه مرتين، يبقى اذا دي عباره عن نوت بيرفكت سكوير، يبقى هذا المقدار اقدره كده نوت بيرفكت سكوير، ودي يبقى حاجه جديده اننا نبهتكم عليها. طب انت لو حليتها بالاله الحاسبه، لا هتديك ارقام عشريه، هتديك ارقام عشريه، طالما عطتنا ارقام عشريه صعب ان انا احولها الى مين، الى كسور او حاجه كده، وممكن كمان تعطيك كومبلكس نمبر لو انت حليتها بالاله الحاسبه. فنخلي بالنا من هذه النقاط، لو انت عارف الطريقه هتعرف تحل اسرع كمان من استخدام الاله الحاسبه. نيجي بقى لمين، لمسائل زي كده من النوعيه الثانيه، فاكتور ايتش بولينوميال اف بوسيبل. يبقى اذا عايزين نعمل عمليه فاكتورايزنج اف بوسيبل، يعني اذا امكن، يعني في بعض الحاجات ممكن احللها زي مين كده، زي الاخيره دي، زي الاخيره ما ينفعش. فانت لو ضربت حتى 25 في 2 ب 50، ما فيش عددين حاصل ضربهم 50 يعطينا 10، يعني ابسط الامور 5 ضرب 10 15، يبقى مجموعهم 15 مثلا، 25 ضرب 2 يبقى اذا مجموعهم 27 وهكذا. يبقى اذا دي عباره عن اقدر اقول عليها برايم، اقدر اقول عليها برايم، يعني لا يمكن تحليل. فتعال نشوف المثل نحلها ازاي. اول حاجه لما يعطيني مثل زي كده كمثل عامه فاكتور ايتش بولينوميال، يبقى اول حاجه ده افكر فيها دايما الجريتس كومن فاكتور، هل المساله فيها جريتس كومن فاكتور ولا لا، هل في عام مشترك ولا لا. لقيت عام مشترك باخد عام مشترك، ما لقيتش عام مشترك ببدا احل. فانا عندي مثلا 5 اكس وعندي سالب 80، فبسال نفسي اولا دي فيها اكس دي ما فيهاش اكس، يبقى اذا المتغيرات ما فيش عام مشترك. اسال نفسي تاني اقول هل السالب 80 لو قسمت على 5 تقبل القسمه؟ تقبل القسمه، طب اتاكد منها بالاله الحاسبه، المشكله عادي. يبقى اذا عندنا الاله الحاسبه كده واقول له عندي سالب 80، طبعا احول الاله الحاسبه للوضع الطبيعي مود من يوم واحد، بقى اقول نيجاتيف 80 ديفايدد باي 5 ايكوال، احصلها يبقى اذا هنا طالما العدد الكبير قبل القسمه على الصغير، يبقى اذا عندنا الخمسه هي عامل مشترك ما بين الاثنين. سو فاكتور ات اوت، يعني هاخدها عامل ايه، عامل مشترك. فهاخدها عامل مشترك ازاي؟ هقول له 5 ونفتح قوس وابدا نقسم بقى، اقول 5 تايمز ديفايدد باي 5 ايكوال 1، يبقى اكس 2 باور 2 او اكس سكوير ماينس، لان في ماينس. طب انا قسمت 80 على 16 على 5 حصلتها كام من شويه؟ 60. يبقى انا كده الخطوه الاولى حليتها ان انا اخدت عمل تيك كومن فاكتور فروم ايه، فروم ذا اكسبريشن اللي موجود عندي. يبقى اذا في الحاله دي هعمل ايه يا شباب؟ اقول الكلام ده يساوي 5، هكتب مثلا زي ما هي تاني مره تاني، يبقى اكس سكوير ماينس 16 ايكوال. نخلي بالنا من هذا الشكل، طالما الشكل اللي عندك اصبح اي سكوير بي سكوير، يبقى اذا دي عباره عن ديفرنس بتوين ايه، بيرفكت. يبقى اذا نخلي بالنا من هذه النقاط، انا عندي فرق بين مربعين، فرق بين مربعين اللي هي ديفرنس ديفرنس اوف سكويرز، ماشي. وبالتالي نخليها نحلها ازاي؟ وبالتالي اقول له كده دايما A زائد B مضروبة في A ناقص B، بس خلي بالك ممكن اكتبها كده A ماينس B و A زائد B الاثنين صح. يبقى انا عندي الديفرنس اوف سكوير، يبقى خلي بالي من هذا الشكل، بس نخلي بالنا من الشكل تماما، ان ال A تربيع ناقص B تربيع، يعني الاول اقدر اجيب جزء تربيعي والثاني اقدر اجيب له جزء تربيعي. وبالتالي اقدر اقول له كده 5، عندنا الاكس تربيع، اكس ضرب اكس، طب وال 16 4 ضرب 4، يبقى خلاص يبقى عندنا اكس ضرب اكس وال 16 4 ضرب 4، واحد موجب وواحد سالب. لا تعول هم مين الموجب ومين السالب، خلي الموجب الاول والثاني واللي بعديه سالب وخلص السؤال. هذا بالنسبه من عمليه التحليل اللي هو الديفرنس اوف سكوير. نيجي لمساله ثانيه زي المساله زي كده، بيقول لي فاكتور اتش، واذا ما قدرت تحلها اكتب لي كلمه برايم. فتعال نشوف، انا عندي هنا التسعة وسالب 35، طب انا لو ضربت التسعة ضرب سالب 35 يعطيني رقم، يعني نشوف مع بعض، اقول تسعة ضرب سالب 35 يساوي، حصلتها سالب 315. طب هل في عددين حاصل ضربهم سالب 315 ونجمعهم يعطيني 6؟ وبالتالي هحل بالحاسبه من يو وقوسين 2 2 واكتب المعاملات، عندنا 9 بقى كان عندنا سالب 6 وبقى كان عندنا سالب 35، سوري بقى وانا ثاني ضغط يساوي بقى سالب 35 وبيقول له يساوي احصلت 9. يبقى اذا هي قابله للتحليل، يبقى فعلا في عددين حاصل ضربه ب 315 ونطرحهم من كام 6، ولكن ده عدد كبير فممكن اخد وقت قبل ما ابحث عنه. يبقى اذا اكس 1 بكام؟ يبقى اكس 1
حصلت عندنا اكس واحد او اللي هي 7 على كام؟ على 3. اللي بعدها كام؟ عندها اضغط يساوي مره ثانيه بسالب 5 على 3، يبقى اكس تساوي سالب 5 على مين؟ على 3. يبقى هضرب 3 يبقى هنا 3 اكس، 3 اكس ناقص 7 يساوي سالب يساوي 7 سوري، وهنا تبقى كام؟ 3 اكس تساوي سالب 5. رحل بشارة المخالفه، يعني 3 اكس زائد 7 وهنا 3 اكس زائد مين؟ 5. يبقى هذا القوسين اللي احنا محتاجينهم، يبقى 3 اكس ناقص زائد 7 مع 3 اكس زائد مين؟ 5. ولكن هل هنا كده صح؟ في هنا اشاره خطأ عندنا، هنا دي موجب 7 يبقى دي تبقى سالب 7. نخلي بالنا من الاشارات يا شباب، لان اشاره غلط زي كده ممكن تضيع مننا مين؟ السؤال، وبالتالي هذه اذا اشاره سالبه. هذه بالنسبه مين لطريقه التحليل. طب انا عندي يبقى سالب، يبقى هنا عندي سالب 315. طبعا هبدأ احلل باقي الارقام اللي عندي، هبدأ أحلل أبحث عن أرقام، ولذلك هتطول معي المسألة، ولذلك أنا بقول لك حاجة زي كده، لما تلاقي الرقمين حاصل ضرب الرقمين دول رقم كبير حاول تحلها بالآلة الحاسبة. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة للمسألة. طبعا المفروض أحل ده بنفس الطريقة اللي حلينا بها من شوية، إن أنا مثلا سالب 315 مثلا حصلت كذا في كذا، يبقى بقول 9 إكس تربيع ناقص زائد مثلا 7 إكس وهكذا. نخلي بالنا منها، هذه النقاط المهمة جدا فنخلي بالنا. تعال بقى نشوف سؤال تاني ونشوف نحله ازاي. مثلا عندي سؤال زي كده، فبعمل ايه؟ انا عندي هنا 2 وهنا عندي 32، يبقى عندنا الجريتست كومن فاكتور بتوين ذا مثلا تيرمز او تيرمز عباره عن مين؟ اللي هي 2. انا عندي اكس تربيع ما فيش الطرف اللي هو الحد الثاني ما فيهوش اكس، يبقى خلاص. وبالتالي اقول له كده تيك 2 از كومن فاكتور، يبقى 2 اعمل ديفيجن دي 2 باي دي 2 يعطيني 1 او يعطيني مثلا اكس تربيع لانها تبقى 1 اكس سكوير ماينس 32 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ 16. طبعا دي عباره عن حاصل ضرب، طبعا عباره عن ديفرنس اوف سكويرز، يبقى اقول له اكس ماينس 4 واكس بلس مين 4، او تكتب اكس بلس 4 واكس ماينس 4. دي صح ودي صح. مسألة ثانية من المسائل الموجودة عندنا، تخلي بالك عندنا 12 وعندنا 5 وعندنا 5، يبقى ما فيش كومن فاكتور، يبقى هضطر احلها بالطريقة اللي قلنا عليها. طب ما هنا الارقام طبعا لو انا ضربت مثلا 25 في 12 هحصلها ب 300. طب انا عندي سالب 300 سالب 300 يبقى او نيجاتيف 300. طب نيجاتيف 300 انا عايز عددين حاصل ضربهم، يبقى اذا ممكن اقول كده مثلا 60 مثلا 60 سالب 60 ضرب مثلا كام؟ ضرب 5 يعطيني سالب 300. ممكن اقول عندنا سالب 15 ضرب 20 يعطيني سالب 300. انا عايز مجموعهم 5. طب ما مجموعهم 5 يبقى اقدر اقول كده انا عندي 12 اكس سكوير. طبعا هنا عندي يا اما سالب 15 يا اما موجب 20. طب اخدها مع مين؟ الاصح ناخدها مين؟ تعال نشوف، ناخد مع، وانا اخدتها مع السالب 15 مثلا، يبقى لو نجرب، واذا ما حصلناهاش صح ممكن نعكس ما فيش مشاكل. وبالتالي زائد هتبقى 20 اكس ناقص كام؟ 25. الجزء الاول عندنا ال 12 وال 15 اقدر اخد او تيك 3 از كومن فاكتور، اكس سكوير واكس، يبقى اذا 3 اكس ديفايد 12 باي 3 ايكوال 4x ماينس 5 بلس عندنا 20 وعندنا 25، يبقى تيك 5 از كومن فاكتور، وبالتالي يبقى عندنا 4x ماينس مين 5. طالما القوسين الاثنين دول اصبحوا شبه بعض يبقى انت كده ماشي صح، يبقى تكمل. يبقى اذا الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي اقول له عندنا هاخد القوس از كومن فاكتور، يبقى اذا 4x ماينس 5 تايمز ظل معايا هنا 3x، وظل معايا هنا مين؟ موجب 5. وممكن احلها باستخدام الاله الحاسبه زي ما قلنا من شويه. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه لطرق مختلفه لعمليه تحليل المقادير الجبريه. هنا بقى بيجيب لي، جايب لي اربع اختيارات وبيقول لي ايه؟ which of the following polynomial is prime؟ يبقى مين فيهم ما ينفعش احللها؟ ادي معناها، فاما تعملهم سريعا بالاله الحاسبه او تعملهم بالطريقه اللي احنا قلنا عليها من شويه. يبقى انا مثلا عندي لو انا اخترت الاربعه والخمسه دي، يبقى 4 ضرب 5 احصلها 20. طب ال 20 دي عباره عن مين؟ 2 ضرب 10، 4 ضرب 5، و20 ضرب كام؟ 1. هل فيهم 2 مجموعهم يساوي 3؟ لا، يبقى اذا هي دي الصحيحه اللي انا اقدر اقول عليها ايه؟ اقدر اقول عليها كده برايم. طبعا انت ممكن من خلال حلك الكتير للمسائل تاخد خبره، ومن خلال بسرعه كده تقدر تعرف الكلام ده، او انت حل الاولى كلهم بالاله الحاسبه اللي يطلع لك فيها حرف الاي اللي هي بتاع الخاصه بالكومبلكس نمبر او الاعداد المركبه، يبقى هي دي البرايم.
فخلي بالنا من هذه النوعية من الأسف. شوف سؤال تاني من نفس الكلام، بيقول لي إيه؟ Which of the following is not a factor of polynomial؟ يبقى أنا عايز not a factor، يبقى لازم أحل لنا الأول عشان أعرف مين فيهم الصح ومين غلط. فأنا عندي مثلا 45 a square minus 80 b square يساوي، فتلاحظ ان عندي هنا 45 وعندي 80، يبقى اقدر اخد ال5 از كومن فاكتور. طب والا والبي مفيش، يبقى خلاص يبقى انا عندي هنا، يبقى اذا الخمسه صح دي كومن فاكتور، بس انا هو خلي بالك هو عايز نوت افاكتور، يبقى دي افاكتور موجود عندي. طب يبقى ظل معانا اعمل ديفيجن 45 ديفايد باي 5 ايكوال 9 اي سكوير ماينص 16 بي سكوير. طبعا دي عباره عن مين؟ عباره عن ديفرنس اوف سكوير، يبقى عندنا 5 وهننساها واعمل قوسين، الديفرنس اوف سكوير واحد موجب وواحد سالب، يبقى اذا اخد جذر ال9 يبقى 3 3a و 3a. طب ال16 4b و 4b، تعال نشوف الاربع الخمسه موجوده 3a minus 4a b موجوده 3a plus a موجوده، يبقى مين الغلط فيهم؟ يبقى هو حرف الاتش اللي احنا محتاجينه، لانه بيقول لك not a factor، يعني الثلاثه موجودين ولكن في واحد احنا دسناه بينهم كده بالغلط، فاحنا عايزين مين فيهم اللي نقدر نرميه بره تاني. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه لهذه النوعيه من الاسئله. شوف سؤال تاني زي كده اللي هو simplify h expression، ودي معتمد على اعتماد كله على مين؟ قواعد الاسس. ايه هي قواعد الاسس؟ ان انا مثلا عندي x اس m، لما اضربها في x اس n فبعمل الاسس، اجمع الاسس يبقى m زائد مين زائد n، هذا كله هنعمله لو انت حافظ القاعده دي المساله خلصت. فنخلي بالنا، طب تعال نطبق هذه القواعد مع بعض. طبعا في قواعد تانية غيرها بس انا هنقولها بعد ما لما يجي وقتها. يبقى هعمل دلوقتي، هضرب الخمسة مع مين؟ مع السبعة. بعد كده اضرب اليو اس 4 مع يو اس 4، بعد كده اضرب مين الفي مع في اس 3. طبعا انت مع التمرن على هذه النوعيه من الاسئله ممكن تحلها في خطوه واحده، فاقول 5 تايم 7 ايكوال 35، وعندنا يو اجمع الاسس لان عندي اليو هي نفس اليو باجمع الاسس، يبقى عندنا كام؟ 8. بعد كده عندنا الفي، خلي بالك اوعى تقول لي 3 لان هنا كمان معناها واحد، يبقى اذا هتبقى عندنا الفي اس كام؟ الفي هتبقى 1 و3 كام؟ 4، وخلص السؤال. طب سؤال ثاني نتدرب عليه نفس الكلام، ولكن نخلي بالنا لو انا عندي مثلا سؤال اكس واي مثلا اس ام مثلا، فبنعمل ايه؟ بنوزع الاس مره على الاكس، يبقى اكس اس ام في واي اس ام. تمام. كمان حاجه ثاني، ان لو عندي اكس اس ام وعليها اس ان فبعمل ايه في الاسس؟ اضرب الاسس مع بعض، يبقى انا هطبق هاتين القاعدتين في هذا السؤال. يبقى اول حاجه نوزع الاس، يبقى الكلام ده بيساوي اقول له عندنا الأربعة هتبقى أس اتنين، الاتنين دي هخليها مع الأربعة والأ والبي والسي، يبقى عندنا أ أس أربعة ولكن هتبقى عليها أس اتنين تاني، أنا هطبق أول قاعدة. بعد كده عندنا بي، يبقى بي أس تسعة ولكن عليها أس اتنين، بعد كده عندنا السي هتبقى عليها أس اتنين مباشرة. يبقى إذا الناتج كام؟ طب أنا عندي أربعة أس اتنين، يعني أنا أربعة ضرب أربعة يبقى 16. ايه اطبق القاعده الثانيه، طالما عندي اس على اس او اس ثاني يبقى اضرب الاس مع بعض، يبقى 4 ضرب 2 احصلها 8. طب البي هتبقى 9 ضرب 2 احصلها 18، السي تبقى سي اس 2، وكده خلص السؤال. يبقى انا قاعدتين مهمين جدا لو انا حافظهم او انا فاهمهم اقدر اطبق، لان الاله الحاسبه مش هتنفع تحل لي المسائل دي، فلازم اخلي بالي واتعلم الخطوات. نيجي المساله زي كده، طب ويعني انا عندي قوسين اضربهم مع بعض، يبقى هضرب العدد مع العدد والرمز مع الرمز، ولكن اذا كانت الرموز متشابهه يبقى في عمليه الضرب بعمل ايه للاسس؟ بجمع الاسس. طب تعال نعمل كده الكلام ده، يبقى هضرب الاثنين مع التسعه ثم اضرب كيو اس 2 مع كيو اس 4. طبعا 2 ضرب 9 يبقى 18، وكيو نفسها الكيو، يبقى اجمع الاسس يبقى تبقى كام؟ 6، وخلص السؤال بهذا الشكل. فزي ما انتم شايفين، فانت حافظ قواعد الاسس او قواعد الضرب او العمليات على الاسس، يبقى اذا بالسهل جدا انك انت تخلص المساله في ثواني. نيجي لنفس الكلام، يبقى هي المساله رقم 4 هي نفس المساله رقم كام؟ رقم 2، نفس الشبه. يبقى اذا هتبقى كام؟ اقول كده سالب 3 اس 4 في قوس، بعد كده عندنا بي اس 5 اس 4، بعد كده عندنا تي اس 6 اس 4. اطبق القاعده، خلي بالك انا سالب اذا كان الاس زوجي بتضيع الاشاره السالب، اذا كان الاس فرد تظل الاشاره سالب. طبعا عندي اس زوجي ايفن نمبر يبقى ضاعت الاشاره، بس 3 اس 4 بكام؟ هيبقى عندنا 81. بالاله حاسبه واحسبها، اكتب قوس ناقص 3 قوس اس 4. طب هنا بعمل ايه الاسس؟ طالما اس على اس ثاني يبقى اضرب الاسس مع بعض، يبقى عندنا 20. يبقى دي قاعده الباور، باور The power of the power، نخلي بالنا، وبالتالي تبقى تي 6 ضرب 4 يبقى يعطيني كلام 24، وكده خلص السؤال. نفس الكلام هنا قيمة عددية، لما طبعا طالما ما فيهاش رموز ممكن تكتبها بالحساب وتخلص منها.
طالما ما فيهاش رموز يبقى، او نعملها كده. اول الكلام ده بيساوي انا عندي 3 اس 2 بكام؟ ب 9. طيب اس 2 هتبقى اس 2 بقى كده، اس كام؟ 3، لان حسبنا دي يبقى 9. ال 9 اس 2 اهو. طب اس 2 تاني فوق بالطريقه دي، يعني طب 9 اس 2 ب 81. طب 81 هتبقى اس كام تاني؟ اس 2، وهكذا. واكمل بقى حسب. او واحد يعملها لي يقول لا انا ممكن احلها بطريقه تانية، اطبق القواعد الاول. طب ازاي اعمل حل؟ تعال نشوف. انا عندي هنا اسس، يبقى هنا اقول 2 و2، يبقى اضرب الاسس مع بعض تبقى تدينا 4 اس 2. طب ما نفس الكلام نفس القاعده، يبقى 3 اس 4 ضرب 2 يبقى كام عندي؟ يساوي 8. وطبعا في الاخر خالص بحسب هذه القيمه باستخدام الاله الحاسبه. كيف بالاله الحاسبه عندي؟ هقوله كده، طبعا احول الاله الحاسبه وضع الطبيعي من يو واحد، بعد كده بقول له 3، اضغط مفتاح الاسس وبكتب له كام؟ 8، واقول له ايه يساوي، حصلتها 65 61. يبقى عندنا 65 واحد وكام؟ اللي هي 6561. طبعا السؤال الثاني زي كده نفس الكلام بنفس الطريقه، هنسيبه لك تدريب، وقف الفيديو واشتغل عليه وشوف يا ترى فهمت ولا ما فهمت. طبعا النتيجه النهائيه المفروض تطلع معاك اكس اس 6 واي اس 24، وبالتالي شوف انت الخطوات هتحلها ازاي. نيجي المسألة زي كده يا رضا، خلي بالك كلها أرقام زي كده، أنا ممكن أكتبها بالحساب وأريح دماغك. يبقى إذا بس نخلي بالنا هو مش هيعطيك القيمة الأساسية، ده بيعطيك أسس، فممكن أعملها بطريقة يعني لو أنا عملت بالحسابة هضطر أحسب كل واحدة من دول. طب افرض أنا مش عايز أشتغل بالحسابة خلاص، يبقى أنا عندي أسس فوق بعض، يبقى أضرب الأسس مع بعض، يبقى أقول كده 2، هضرب الـ2 مع الـ2 أحصلها كام؟ 4. أس كام تاني؟ 4. يبقى هضرب الـ4 مع الـ4 يعطيني 2 أس كام؟ 16. وبالتالي الإجابة الصح لرقم، ادي بالنسبه لمين؟ للسؤال الثاني. شوف سؤال ثاني على السريع نفس الكلام، بس بدل ما كنا احنا بنتعامل مع جزئيه واحده، هنا عاطين ايه؟ مونوميال، 3 مونوميال مضمون في بعض، يبقى هطبق نفس القواعد. وبالتالي اقول الكلام ده يساوي عندنا هنا اس، هوزع الاس تبقى 5 تو باور 2 اكس تو باور 2 اول تو باور 2 واي. خلصنا من القوس الاول. القوس الثاني على اس 3، يبقى اوزع يبقى 2 تو باور 3 اكس تو باور 3 واي تو باور 3، ولكن فيه 3 مره ثانيه، يبقى خلي بالك. وبعد كده زي اسها 3 مضروبه، طبعا دي ما فيش اسس عليها الحاجه، يبقى هنكتبها زي ما هي 4 اكس واي زي يساوي. طبعا هنا 5 تو باور 2 معناها 25 اكس، انا عندي اسس يبقى هضرب مع بعض ب 2 تايمز 2 ايكوال 4 واي تايمز 2 تو باور 3 او 2 كيوب عباره عن مين؟ عباره عن 8 اكس كيوب او اكس تو باور 3 واي، طلع من اسس اضرب الاسس مع بعض يعطيني 9، بعد كده زي اس 3، بعد كده عندنا 4 اكس واي زي. طبعا هنا بعمل ايه؟ بضرب المعاملات مع بعض 25 وال8 وال4. فطبعا 25 ضرب 4 لحسن الحظ اعطتني 100، 100 ضرب 8 يبقى سهله حتى من غير اله حاسبه 800. نيجي للاكس بقى، طالما كلها عمليات ضرب يبقى اقدر اجمع الاسس. هنا عندي اكس ب 4، اكس على اس 3، وهنا اكس على اس كام؟ قلنا 1. يبقى اذا الاكس اس كام؟ هتبقى اس 8. نروح للواي، يبقى عندنا واي هنا خلي بالك، هنا اس 1، هنا اس 9، هنا اس كام؟ 1. يبقى 1 و9 10 و1 يبقى اس كام؟ 11. الاخيره بقى عندنا مثلا عندنا مين؟ عندنا الزي، عندنا رقم هنا طبعا ما فيش زي، وبالتالي عندنا زي اس 3 او زد اس 3، وهنا زد اس كام؟ 1، يعني تبقى اس كام؟ 4. وكده انتهى السؤال. فزي ما انتم شايفين هي نفس القواعد، ولكن كبرنا المساله شويه كانهم 3 مسائل مع بعض. فاذا انا لو حافظ القواعد يبقى خلي بالنا ما فيش اي مشاكل فيها. القواعد مره ثانيه، ان انا عندي اكس اس ام تايمز اكس اس ان ايكوال اكس اس ام بلس ان اكس تو باور ام اول تو باور ان ايكوال اكس تو باور ام تايمز ان. بعد كده عندنا طبعا بالنسبة للقواعد التانية احنا لسه ما تعرضناش ليها، أهم قاعدتين دلوقتي عندنا اللي احنا خدناهم حاليا، لما تجي لنا حاجة تانية نقول لكم على القواعد اللي احنا استخدمناها. طبعا زي ما انتم شايفين مثلا هي نفس الكلام، وبالتالي هوزع الأس يبقى خلي بالي، يبقى أقول له الكلام ده بيساوي هتبقى نيجاتيف 3 تو باور 2 بعد كده دي سكوير تو باور 2 اللي فوق تاني اف كيوب تو باور 2 بعد كده جي تو باور 2 مباشرة. الثانية فقط نفس الكلام، بس خلي بالك هنا أس وهنا أس تاني، يبقى خلي بالنا القوس الكبير ده مالناش داخل بيه دلوقتي، نشوف اللي جوه الأول. أو أعمل إيه؟ طالما أس على أس أضرب الأس مع بعض مفيش مشاكل، يبقى تعال نضرب الأس مع بعض. وبالتالي أقوله كده عندنا نيجاتيف 3 دي سكوير إف، وهضرب الثلاثة مع الاثنين أحصلها 6. يبقى إذا أعملها إزاي؟ سالب 3 تربيع معروفة 9، دي اضرب الاسين مع بعض احصلها 4
اف يبقى اس 6 وجي اس كاب 2. نبدأ نوزع الاس على نفس النمط، يبقى سالب 3 اس 6، بعد كده دي اس 2 اس 6، بعد كده عندنا اف اس كام 6 عشان ما لهاش اسس ثانيه. يبقى الكلام ده بيساوي 9 او 9 دي تو باور 4 اف تو ذا باور 6 جي تو باور 2. طبعا قلنا طالما الاس عدد زوجي او ايفن نمبر يبقى الاشاره دي بتضيع خلاص. يبقى عندنا 3 اس 6، طب انا رقم كبير زي كده ممكن اجيبه بالاله الحاسبه، اقول 3 اس كام اس 6 يساوي 729. يبقى اذا دي هتبقى 709 وكام و20. طب التانية دي اس كام 2 ضرب 6 احصلها 12، وبقى اف اس كام اس 6. نبدا بقى نعمل ايه، نضرب المعامل مع المعامل، وبالتالي هضرب 9 في 729 يبقى في 9 يساوي نفس الكلام 6561، يبقى 6561. طب بالنسبه للدي مثلا، هنا في دي وهنا في دي، يبقى اخد الدي وهجمع الاسس تبقى اس كام 16. الاف يبقى عندنا اف 6 و6 تبقى كام 12. اما الجي ما فيش تاني جي زيها، يبقى خلاص يبقى جي اس كام 2، وكده انت خلصت السؤال. فزي ما انتم شايفين، ولكن هذه المسائل اول ما تنفعش بالاله الحاسبه، الاله الحاسبه تساعدني في ضرب ارقام ماشي، ولكن ما ينفعش احلها كلها بشكل كامل بالاله الحاسبه. خلي بالك، ركز في الخطوات عشان الاشاره السالبه، لو انت نسيت اشاره سالب او ضربت اشاره سالب غلط ضيعت منك السؤال. فخلي بالنا من هذه النقاط المهمه في الامتحان. نيجي لنوعية أخرى من الأسئلة اللي هي عبارة عن الجذور. طبعا نفس الكلام، هذه طالما أرقام كلها يبقى تقدر تجيبها بالآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة ممكن أكتبها لك 3، بعد كده عندنا سكوير روت زي ما أنتم شايفين كده، وبكتب له كام 2، بس خلي بالك لازم تتحرك بالسهم يمين مرة، بعد كده بتكتب الناقص، بعد كده 5، بعد كده سكوير روت أوف 2 أتحرك يمين، بعد كده زائد 4 سكوير روت أوف 2 وأضغط يساوي، أحصل النتيجة كام 2 سكوير روت أوف 2 أو 2 راديكال 2. طب ايه اللي عملناه فيها اساسا؟ طالما عندنا نفس الراديكال يا شباب هنا، يبقى بعمل ايه؟ بجمع المعاملات فقط زي كده. يبقى هقول له كده 3 ماينس 5 بلس 4 واضع جنبيهم راديكال 2 زي ما هو. طبعا هنا 3 ماينس 5 ايكوال نيجاتيف 2 بلس 4 ايكوال بوزيتيف 2، حصلت هذه النتيجه. فاذا هذا هو الطريق اللي احنا، يبقى انت لو انت عارف الطريقه هتلاقي نفسك حليت اسرع من الاله الحاسبه. نفس الكلام اهو. فخلي بالنا نجمع المتشابه مع كومباين لايك تيرمز، يعني معناها وبالتالي المتشابه اللي فيها جذر 3 مع اللي فيها جذر 3، يبقى اقربهم على بعض، يبقى 4 راديكال 3 اوعى نغير اشارات ولا حاجه، نفس الاشارات وحطها في باسكت بلس، عندنا 3 راديكال 7 او سكوير روت اوف 7 بلس 3 سكوير روت اوف 7، ونجمع الارقام فقط اللي هي المعاملات يعني كانها معها. يبقى انا عندي 4 ماينس 6 عباره عن كام؟ يبقى عباره عن نيجاتيف 2، وراديكال 3 كما هو بلس 3 تايمز بلس 3 ايكوال 6 راديكال مين 7. بس خلي بالي ممكن في الامتحان يكتبها لي كده، ممكن في الامتحان ما يعطيهاش بنفس الترتيب، يخلي الموجب دايما خلي الموجب الاول، يبقى 6 راديكال 7 ماينس 2 راديكال 3. بس اوعى خلي بالنا في ناس بتضحك عليك ويقول لك كده، لا 6 ناقص 2 4 وجذر 7 ناقص جذر 3 جذر 4. غلط، ما ينفعش، طالما الجذور غير متشابهه ما ينفعش نعمل عليها اي اجراء، هنخليها زي ما هي. هذا بالنسبه مين لسؤال. سؤال تاني على نفس النمط، ولكن هنا ايه؟ هنا اعطينا ارقام كبيره مش متشابهه، فاحنا خدنا طريقه في المدرسه احنا ومع بعض، وقلت لكم طريقتها سهله جدا. انا ممكن لو هو طالب مني خطوات اقدر احل خطوات وانا بستخدم الاله الحاسبه اساسا. فبعملها ازاي؟ قلنا احنا في المدرسه قلنا عباره عن ايه؟ اقول 3 ونعمل علامه جذر بهذا الشكل، واكتب هنا مثلا 3 ضرب، بعد كده زائد زائد، هعمل كده الجذر التربيعي، وهنا هعمل الجذر التربيعي. بعد كده هعملها نكتبها ازاي هنا كمان؟ يعني احنا ممكن احنا قلنا نخلي بس هنا في مسافه شويه، يبقى هنا الجذر التربيعي، بعد كده عندنا ناقص الجذر التربيعي، وهنا ناقص جذر كذا. طب اعمل ايه بالاله الحاسبه عشان تساعدني؟ هقول له كده سيبك احنا الثلاثه كتبناها، يبقى خلينا في جذر 45، يبقى اقول له سكوير روت اوف 45 ايكوال احصلها 3 جذر 5، يبقى هكتب في الخطوه الثانيه هنا 3 راديكال 5. فراديكال 5 زي ما هو كده. طب انا عايز اكتب هنا كام؟ اضرب الثلاثه دي في نفسها مرتين احصلها كام؟ 9. يبقى انت كده بتحل بالاله الحاسبه وفي نفس الوقت انت بتكتب خطوات. طيب تعال نشوف الجزء الثاني، انا عايز كام؟ راديكال 20 او سكوير روت اوف 20، يبقى سكوير روت اوف 20 احصلها 2 جذر 5، يبقى هكتب في الخطوه الثانيه، اكتبها في الخطوه الثانيه، يبقى خلي بالي هنكتبها هنا كده، نقول له زائد 2 الجذر التربيعي 5.
طب أنا عندي الخمسة كما هي، أيوة، يبقى خمسة زي ما هي تحت الجذرة زائد الجذر التربيعي، الخمسة كما هي، أضرب الاثنين مرتين أحصلها كام؟ أربعة. طب ما نفس الكلام الجزء اللي بعديه نفس الطريقة وبنفس الهي، يبقى عندنا ناقص الجذر التربيعي وكان ناقص الجذر التربيعي. طب تعال نشوفها كده مع بعض تطلع كام. أنا عندي الجذر التربيعي 245 يساوي 7 جذر 5، يبقى هنكتب هنا 7 جذر 5، يبقى عندنا 5 مضروبة في كام؟ أضرب في 7 في نفسها مرتين يبقى 49. يبقى أنت كده حليت خطوات وفي نفس الوقت عملت إيه؟ عملتها بالآلة الحاسبة. طب تعال نشوف النتيجة يساوي كام؟ 3 ضرب 3 أحصلها 9، يبقى 9 راديكال 5 بلس 2 راديكال 5 ماينس 7 راديكال 5. طالما كلهم سيم راديكال او نفس الجذر الموجود عندي يبقى اقدر اجمع عاد، يبقى 9 زائد 2 11، 11 ناقص 4 ناقص 7 يساوي 4 جذر 5. انت لو كتبت بالاله الحاسبه مباشره كده، لو جات لك مثلا ملتيبل تشويس اكتبها بالاله الحاسبه كامله كده، اضغط يساوي، خلصت السؤال بتاعك. نقولها تاني مع بعض، انا عندي 3 الجذر التربيعي ال 45، اوعى تنسى تتحرك يمين بالسهم، زائد الجذر التربيعي ل 20 اتحرك يمين، لكن ناقص الجذر التربيعي لكام؟ ل 2 4 5، واقول له يساوي نفس الكلام اللي احنا حصلنا عليه زي ما انتم شايفين. فاذا نخلي بالنا من استخدام الاله الحاسبه. طب سؤال تاني بيقول لي نفس كلامه، يبقى اقدر اعملها بهذا الشكل. يبقى اذا في الحاله دي اقول له كده 4 الجذر التربيعي، طبعا ال 12 معروف ان 4 ضرب 3، وليه ال 4 ضرب 3؟ لان الثلاث اولي اللي هو برايم، وفي نفس الوقت 4 اقدر اجيب له جذر تربيعي اللي هو بيرفكت سكوير، وبالتالي ماينس 6 نفس الكلام اقدر اقول 16 تايمز كام 3، وبالتالي اقول له 4 الراديكال او الجذر سكوير روت اوف 4 عباره عن 2 سكوير 3 ماينس 6 تايمز 4 راديكال مين 3. يبقى اذا الناتج عندنا 8 سكوير روت اوف 3 ماينس 24 سكوير روت اوف 3 يساوي كام؟ ماينس 16 سكوير روت اوف 3. وطبعا هنا ممكن زي ما قلنا بالاله الحاسبه مره واحده، نفس الكلام ممكن تستخدم الاله الحاسبه، فدي هنسيبها لك تدريب، وقف الفيديو واشتغل عليه. طبعا على فكره ده مثال محلول عندك في الكتاب، ممكن ترجع له في الكتاب لو انت مش عارف تحل، ولكن انت انتبه للطريقه اللي قلت لك عليها، المساله جات لك ملطبه شويس يبقى حلها بالاله الحاسبه مباشره. هذه بالنسبه مين لسؤال. السؤال الثاني نفس كده، لما يقول لي سمبلفاي اتش اكسبريشن، لما يقول لي اعمل عمليه تبسيط لكل تعبير. فطبعا هنا دايما بنستخدم فيها، طالما عندي قوس وقبليه حاجه ثاني بستخدم فيها مين؟ الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف بروبريتي اللي هي خاصيه التوزيع. فبعملها ازاي؟ خلي بالكم معايا، طبعا ايضا نفس الكلام لو انت كتبتها بالاله الحاسبه بتجيب لك النتيجه مباشره، وبالتالي هضرب الاول مع الاول وهضربها مع الثاني، يعني هعملها كده بالتفصيل 3 سكوير روت اوف 5 هنضربها 2 سكوير روت اوف 5 بلس 3 سكوير اوف 5 هضربها مع مين؟ 5 سكوير روت اوف مين 3 يساوي. يبقى هضرب، خلي بالك الارقام مع بعض والجذور مع بعضها، 3 مع 2 يبقى احصلها 6 راديكال 5 تايمز 5 ايكوال 25 بلس 3 تايمز 5 ايكوال 15 راديكال مين 5 تايمز 3 ايكوال 15. ولكن نخلي بالنا عندنا 25 ليها جذر تربيعي، سكوير روت اوف 25 عباره عن 5، يبقى هنا اقول له بدل سكوير روت اوف 25 اخليها 5 بلس، طبعا ال 15 ما فيش مشاكل فيها هتظل كما هي لان هنا ما لهاش جذر تربيعي نوت بيرفكت سكوير، وبالتالي احصل النتيجه النهائيه اقول له 30 بلس 15 راديكال مين 50. هذه بالنسبه مين هذه؟ طبعا انت لو كتبت بالاله الحاسبه زي ما قلت لك هتجيبها بنفس الكلام، هقول له 3 الجذر التربيعي ليه الخمسة، بس اوعى تنسى تتحرك يمين، بقى نفتح القوس، بقى عندنا 2 جذر 5 اتحرك يمين، بقى زائد 5 جذر تربيعي 3 اتحرك يمين، ثم اسكر القوس، وبعد اضغط يساوي نفس الكلام هو زي احنا عملنا. فزي ما انتم شايفين النتيجة هي نفس. طبعا فتعال نشوف بقى السؤال تاني ونشوف نتعامل معاها ازاي. نفس الكلام هسيبه لكم انا ده تدريب ونشوف نحل المثال اللي بعد. بصوا من اي المثال اللي بعده نفس الكلام، يعني ما فيهوش حاجه متغيره يعني، فبضرب عادي، يبقى اقول له 5 سكوير روت اوف 3 هضربها 3 سكوير روت اوف 2 ماينس اللي بره نفسه كلام 5 سكوير روت اوف 3 هضربها فيها في سكوير اوف 3، يبقى الكلام ده يساوي 5 تايمز 3 ايكوال 15 راديكال 3 تايمز 2 ايكوال 6 ماينس 5 راديكال مين 3 تايمز 3 يساوي 9. طبعا الستة من هالجذر بتظل كما هي 15 راديكال 6 ماينس 5
ولكن سكوير روت اوف 9 ايكوال مين؟ ايكوال 3. يبقى المساله في الاخر خلاص هي 15 راديكال 6 ماينس 15، وكده خلص السؤال. ولو انت حصلتها بالالحاس هتلاقي نفسها النتيجه. وبكده احنا خلصنا لقائنا اليوم، وان شاء الله في الجزء الثالث بالنسبه للصف التاسع بنقدمها كل حالهم، والجزء الثالث هيكون ايضا للتاسع عام لحالهم، لان ده احنا كده خلصنا الجزء المشترك ما بين منهج تاسع متقدم وتاسع عام. يبقى خلي بالنا الجزء الثالث للتاسع متقدم هينزل لحاله، والجزء الثالث للتاسع عام هينزل لحاله. نشكركم ونتمنى او نرجو من الله انكم تكونوا استفدتوا، ولكن لا تنسى اللايك وشير مع زمايلك عشان يستفيدوا زيك، وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك معنا. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.